إلى تونس، حيث أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوماً باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الملغى. وأشارت الرئاسة في بيان أن سعيد أكد خلال اجتماعه بوزيرة العدل ليلى جفال وبحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أكد أن حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت اتخذ لوضع حد لحالات الإفلات من العقاب. كما أكد الرئيس احترامه لاستقلالية القضاء، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد بحسب البيان. ويتكون المجلس الجديد من 3 مجالس، هي مجلس القضاء العدلي والمالي والإداري. ووفقا للفصول 3 والـ4 والـ5 من المرسوم، يتكون كل مجلس من 7 قضاة، 4 بصفاتهم، و3 قضاة متقاعدين يعينهم رئيس الجمهورية، ولا وجود لمحامين أو مهن أخرى، كما هي تركيبة المجلس الذي أعلن السعيد حله. ووفق الفصل 7، يترأس المجلس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وينوبه رئيس المحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات. ويمنح الفصل 20 رئيس الجمهورية الحق في طلب إعفاء أي قاد يخل بواجباته بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. ويصدر المجلس فورا قرارا بإيقاف القاضي المعني عن العمل إلى حين البت في ملفه. أيضا يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على أي تسمية أو ترقية أو نقلة في الحركة القضائية بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل وفق الفصل 19. ووفقا لنفس الفصل، يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على الترشح للوظائف العليا في القضاء بناء على تقرير حكومي، ويمنع على القضاة الإضراب. كذلك وفق الفصل 29، تبقى فترة عمل المجلس المؤقت مفتوحة إلى غاية تشكيل مجلس أعلى للقضاء. يأتي ذلك فيما يتوقع أن تنظم مظاهرة اليوم وسط العاصمة تونس رفضا لإجراءات الرئيس التونسي، والتي طاولت مؤخرا المجلس الأعلى للقضاء. ودعت حركة النهضة كوادرها وأنصارها إلى المشاركة في المظاهرة الاحتجاجية التي دعت إليها مبادرة مواطنون ضد الانقلاب في شارع محمد الخامس تحت شعار من أجل قضاء مستقل في وطن حر. اجتمع عدد من القضاة وسط العاصمة للتشاور في الخطوات المزمع اتخاذها للتعاطي مع قرار الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. وقد عبر عدد من المشاركين عن رفضهم إعادة القضاء تحت وصاية السلطة التنفيذية، مؤكدين عدم التنازل عن مكسب استقلالية السلطة القضائية التي كرسها دستور عام 2014. الدفاع على قضية عادة. اجتماع جديد للقضاة اقتصر عنوانه في بحث الخطوات المقبلة اللازم اتخاذها للدفاع عن استقلالية مرفقهم. يقولون أنهم لم يصدوا بعد كل أبواب الحوار لإنهاء الأزمة، وهم يعولون على استيعاب الرئيس ما يصفونه بدروس الإضراب الأخير في المحاكم والتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء. نأمل أن رئيس الجمهورية يتقبل بصدر رحب الرسائل المتعددة التي وجهت إليه من مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، من الهياكل الممثلة للقضاة، من جمعية القضاة، وجسدوا هذه الرسائل في تحركات نضالية ناجحة بامتياز. هواجس القضاة عززتها مخاوفهم من العودة إلى زمن وصاية السلطة التنفيذية وقضاء التعليمات، فترة يقول أهل القطاع إنهم ظنوا أنها انتهت بإقرار القضاء سلطة مستقلة في الدستور، وهو ما يتناقض مع رؤية سعيد القضاء الذي يعده تابعا للسلطة ويجب أن يكون خاضعا لها. يأمل كثيرون أن تجبر الضغوط الداخلية والخارجية الجميع للمضي بمسار تشاركي. الجميع يجنح للتفاوض لأن الوقت هو إهدار لمصداقية القضاء في بلادنا، وطالما يتواصل التدافع ويتواصل هذا الصراع بين رأس السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، أعتقد أن هذا لن ينفع أحدا في تونس. تحظى معركة القضاء كما يسميها كثيرون في تونس باهتمام بالغ سياسيا وحقوقيا. في إطار ذلك صدرت دعوات للتظاهر والمساندة أطلقها عدد من الفعاليات السياسية والحزبية في البلاد.
يقول أصحابها إنها دفاع عن الفصل بين السلطات والتصدي لما يرون أنه تأسيس لديكتاتورية جديدة. يرفض القضاة ما ذهب إليه الرئيس سعيد من اعتبار القضاء مجرد وظيفة، إذ أن ذلك يضعهم تحت وصاية السلطة التنفيذية، وهو ما يعدونه انتكاسة كبيرة وخسارة لمكتسبات دستور عام 2014. علي الجسمي، العربي، تونس. وينضم إلينا من تونس مراسلنا وسام دعاسي. وسام، مرحبا بك. وسام، كيف سينعكس قرار الرئيس سعيد بحل مجلس القضاء واستحداث مجلس مؤقت على تحركات الشارع التونسي الرافض عمليا لإجراءات الرئيس منذ انقلابه على الشرعية وحتى الآن، وخصوصا التظاهرات لهذا اليوم؟ نعم رشيد، في البداية المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء صار واقعا. هذا المرسوم صدر رسميا في الجريدة الرسمية، وبالتالي سيدخل حيز التنفيذ ليكون بديلا، هذا المجلس بديلا عن المجلس الأعلى للقضاء الذي أنشئ بمقتضى دستور 2014 وتم انتخاب أعضائه. لكن الرئيس قيس السعيد الواضح أنه لم يستجب للضغوطات الداخلية والخارجية وللدعوات المتتالية من عدة منظمات وأحزاب تونسية بالتراجع عن هذا القرار، والدعوات خاصة من بعض الأطراف الخارجية مثل مجموعة سفراء الدول السبعة، مثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي انتقدت فيها بشكل كبير يعني سعي الرئيس التونسي للسيطرة والاستحواذ على القضاء بعد استئثاره بالسلطات التنفيذية والتشريعية بتجميد أعباء البرلمان وحل الحكومة السابقة. بالتالي الرئيس ماض في تنفيذ هذا القرار وهذا المشروع. لكن اللافت رشيد من خلال هذا المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية أن هذا المرسوم أعطى ومنح للرئيس الجمهورية قيس سعيد صلاحيات ونفوذ واسعة، حيث تم إقصاء المحامين والجميعين من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الذي سيكون أعضاؤه حصرا للقضاة. الرئيس منح لنفسه سلطات واسعة بحقية إقالة وأعفاء كل قاضي، تم منع يعني القضاة من الأضراب في هذا المرسوم، وبالتالي الرئيس ستكون والسلطة التنفيذية بشكل محدد ستكون لها يعني صلاحيات ونفوذ واسعة في هذا المجلس. على خلفية الرفض الواسع يعني ما اعتبر تدخل الرئيس ومحاولته السيطرة على المرفق القضائي، دعت منظمات وحراك مواطنون ضد الانقلاب وحركة النهضة إلى التظاهر اليوم لمساندة للمجلس الأعلى للقضاء وتنديدا بتدخل الرئيس في هذا المرفق. كما تشاهدون خلفي بدأت منذ قليل أعداد كبيرة من المواطنين ومن أنصار حراك مواطنون ضد الانقلاب وحركة النهضة التوافد هنا في شارع محمد الخامس لرفع شعارات تندد بتدخل رئيس الجمهورية في القضاء، واعتبروا ذلك يعني مؤشرا خطيرا على ما اعتبروه مسار الانقلاب في تونس وسعي رئيس الجمهورية للاستحواذ والاستئثار بكل السلطات في تونس. منذ قليل كنا في حديث مع جوهر بن مبارك الناطق الرسمي باسم حراك مواطنون ضد الانقلاب، قال ان الرئيس ماض في تنفيذ مشروعه، ماض في السيطرة على كل مفاصل الدولة وعلى كل المؤسسات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، وقال ان يعني اصدار مرسوم للمجلس الاعلى للقضاء هو مؤشر على ان الرئيس يريد ملاحقة خصومه، يريد ملاحقة كل الاطراف المناهضة لقراراته، وقال ان الرئيس لم يستجب لا لدعوات معارضيه من منظمات واحزاب وقوى خارجية بالتراجع عن هذا القرار، ولا لدعوات مسانديه خاصة من الهيئة الوطنية للمحامين. طب وسام، لو بقينا في المشهد وخصوصا هذه يعني الحشود التي تتحرك من خلفك، إلى أين يمضون؟ ما هي خطة التظاهرات والاحتجاجات لهذا اليوم؟ يعني أرى من خلفك مجموعة كبيرة من المحتجين يتحركون باتجاه ما، أين من المفترض أن يلتقوا، أن يجتمعوا، أن يكون هناك ربما الاعتصام أو التظاهر؟ لو تضعنا في هذه التفاصيل. نعم رشيد، نحن نقف الآن في أمام مقر مدينة الثقافة هنا في شارع
محمد الخامس أكبر الشوارع التونسية هنا وسط العاصمة التونسية. حراك مواطنون الانقلاب حركة النهضة دعا يعني إلى التظاهر هنا في شارع محمد الخامس في هذا الشارع الطويل، لكن الأجهزة الأمنية خصصت مكان محدد للمتظاهرين للتواجد فيه وللتظاهر فيه، لكن على ما يبدو أن يعني بعض المتظاهرين رفضوا يعني تخصيص مكان محدد وصغير للمتظاهرين للاحتجاج في هذا المكان وعدم تخصيص الشارع بأكمله للتظاهر. هؤلاء المتظاهرين الآن يجوبون هذا المكان المخصص لهم، يرددون شعارات ضد الرئيس قيس سعيد، ضد ما يصفونه بالانقلاب، ضد تدخله في القضاء ومحاولته السيطرة والاستحواذ على السلطة القضائية، يرفعون شعارات ويرددون هتافات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي والاستئناف عمل المؤسسات الديمقراطية والدستورية. بالتالي هم يرددون أولا كذلك بالإيقافات التعسفية ضد بعض الأشخاص، خاصة يعني وزير العدل السابق نور الدين البحيري، ينددون كذلك بسعي رئيس الجمهورية لاستئثاره واستحواذه على كل السلطات بعد الهيمنة على السلطات التنفيذية والتشريعية. بالتالي هذه مجمل الشعارات، هذه مجمل الهدفات التي ترفع في هذه اللحظات من قبل جموع من المتظاهرين. إلى حد الآن العدد يقدر بالمئات، إلى حد الآن التظاهرة لم تنطلق في يعني في بداياتها الآن. نعم. عنها في نعم ونحن سنكون على تواصل معك من خلال نشراتنا القادمة للوقوف على مستجدات هذا المشهد لديك في الميدان. شكرا جزيلا وسام دعاسي مراسلنا من تونس.